شماله زكريا ناصف، ولسه اللعيبة بياخدوا أماكنهم، والحكم بيبص للمساعدين بتوعه، 12 محمد عامر، 11 زكريا، زكريا لطاهر بيرجعها ورا، بيغيب كمان مجدي عبد الغني، أنا آسف لأنه عيان مسافر مع الفرقة لكن عيان، كرة مع مصطفى عبده بيخطفها برتال وبيلعبها للإنسايد مصطفى ممارس، إنما يقطعها محمود صالح ويلعبها، بيجري عليها خالد جد الله مع الوينج ليفت، بيعدي من ناحية الشمال وبيرفع، إنما ثابت وبإيده على طول ناحية الشمال بيلعبها لعامر بتخطف بياخدها عبد الله، إنما عامر بيطلعها أوت أوت، ولا يحدف الأوت عبد الله، الباك رايت بيلعبها لمصطفى مارس، إنما الكرة تطلع أوت، نمرة 10 ده برتال على طول ثابت بيديها الربيع، ربيع ماشي بيهدي اللعب وبيرجع الكرة لثابت البطل، بس ثابت على مهله وبإيده على طول طويلة يديها لعامر، داخل معاه نمرة 7 كرومي، إنما عامر بيرجعها ورا الربيع، بيلم الكرة ورا لثابت البطل، بيحاول إنهم يضيعوا وقت لسه بدري، لا ما فاتش حاجة أبدا، لكن زي ما احنا شايفين ثابت شاط كرة طويلة بيوقفها الهباك أنيس وبيديها لمهدي، مهدي ورا لسعيد ماشي من ناحية الشمال ماشي وبيلعبها ناحية الشمال لبرتال، بيلعبها على جنب لبلحسين طويلة بيريحها بدماغه مش لحد أبدا، تطلع الكرة بره أو لصالح النادي الأهلي، واللي هيحدف الأوت ربيع لطاهر بيرجع حاله بدماغه، عامر لم الكرة وماشي ماشي وبيلعبها لطاهر وبيلعبها لزكريا، وتاني لعبها ناحية اليمين لمصطفى عبده، مصطفى عبده بيلعب كرة عالية، إنما السير دي باك جواد يلعبها بدماغه وتتحسب الكرة أوفسايد على زكريا، على طول الجول عمر يديها لإدريس ماشي قدامه أنيس ياخد له مكان ماشي، ما فيش حد من فريق النادي الأهلي، بيرجع ورا زي ما بقولك بيلعبوا بطريقة دفاعية، وشاط كرة طويلة على طول حشيش بدماغه بتعدي بالربيع ياسين، وانتو الوقت باك رايت يخش تاني حشيش ويطلع الكرة بره أول أوت لصالح فريق الحليب المغربي، نمرة 2 عبد الله، انا شايف ان الاوت اتلعب غلط لكن الحكم ما حسبش حاجه، يخش على طول ويلعبها مصطفى قدام حشيش بدماغه طويله قدام، بيجري عليها زكريا، انما الهباك بيرجعها ورا لجواد، جواد ماشي وبيلعبها طويله ناحيه الشمال مش لحد ابدا، تطلع الكوره لسه خدها اسامه عرابي لخالد جد الله اللي بيلعبها طويله قدام لمصطفى، يخش الباك على سعيد ويطلعها، انما يلحقها الهباك قبل الاوت، خالد بيرجع كوره ورا، في فاول رافع رجله خالد تتحسب فاول لصالح الفريق المغربي، اتلعبت الكوره على طول لمهدي، مهدي ماشي بيلعبها في النص لمصطفى ممارس، ترجع تاني لانيس اللي بيلعبها طويله للوينج رايت، بيتزحلق ومعه ربيع بياخد الكرة كرومي وماشي، ربيع معاه يخش على طول حشيش ويطلع محمود صالح ويطلع كرة كورنر، أول كورنر لصالح الحليب المغربي من ناحية اليمين، واتلعبت الكرة على طول لكرومي وشاط تطول وتروح لمصطفى عبده، يلا يا مصطفى ماشي تطول منه عايز يفوتها تخبط في رجل الهباك جواد، انما تخبط في رجل مصطفى وتطلع الكره بره قوي، فات 5 دقايق والنتيجه لا تزال 0-0، الباك سعيد هيحدف الاوت بيديها لبل حسين بيرجعها ورا لادريس قدام ناحيه الوينج ليفت، يخش على طول حسام البدري ويطلع الكره بره قوي،
هيحذف الاوت سعيد نمرة 3، بيديها للوينج ليفت بريتال، داخل معاه حسام البدري، في فاول من حسام لصالح الفريق المغربي، واللي هيشوطه سعيد برجله الشمال زي ما احنا شايفين. لسه ما فيش هجوم من فريق النادي الاهلي، والكره مع الهباك مهدي بيلعبها لبريتال، بيبوه بجسمه ورايح من ناحيه الشمال، داخل معاه حسام البدري يلعب الكره تطلع اوت لصالح الفريق المغربي، واللي هيحذف الاوت مهدي للهباك، عايز يخبطها انما تخبط في رجل حسام البدري وتطلع الكره اوت. تاني الباك سعيد للوينج بتاعه، بيلعب كره عاليه بتعدي بيجري عليها عامر، يلا يا عامر، انما الهباك الباك رايت عبد الله بيتزحلق ويطلعها عامر اوت، حدفت الاوت على طول. 1 2 لمصطفى مصطفى ممارس، بيخطفها طاهر، ماشي طاهر ابو زيد ماشي، وبيلعبها ناحيه الشمال لزكريا، بيرجعها تاني ورا، بيقطعها ادريس، ادريس لانيس، انيس ماشي، وبيلعب كره طويله قدام لمصطفى مارس، لكن عشيش يسيب الكره لثابت البطل. البطل بيهدي اللعب برجله، بيديها ناحيه اليمين لحسام، لا خالد، خالد لحسام لمصطفى اللي بيفوتها حلوه، انما داخل معاه الهباك ويخطفها الباك ليفت عبد الله، عبد الله يرجعها للجول ورا، عمر، عمر على طول لعبد الله للوينج رايت كرومي، ماشي ماشي كرومي، بيلعبها ناحيه السنتر فورورد، بيفوتها لنفسه، انما يخش على طول محمود صالح ويطلع الكوره بره اوت، هيحذف الاوت عبد الله، بيديها للسنتر فورورد مصطفى ممارس للباك رايت، انما تخبط في رجل عامر وتطلع الكوره كورنر، كورنر من ناحيه الشمال اليمين اسف، ولا هشوطه مهدي برجله الشمال من ناحيه اليمين وشاط على طول اسامه، ويطلعها طاهر ابو زيد قدام كل الفرقه قدام، وزكريا ناصف في زقه، انما الكره تطلع اوت على طول، هيحذف الاوت عبد الله، خطف يجي اربع خمس خطوات انما الحكم رجعه لبريتال، دخل زكريا ويطلع الكره بسن الجزمه بره اوت لصالح فريق المغرب. عبد الله تاني هيحذف الاوت، زي ما احنا شايفين لسه ما فيش اي هجوم من فريق النادي الاهلي. ربيع، خالد، طاهر، ماشي طاهر على الجول بتاعه، بيموه بجسمه وماشي على مهله، بيلعب بمنتهى الثقه الكره لعامر، عامر انما حسبها الفري هاندز بول على عامر، اتلعبت كره على طول، على طول بدماغه حسام البدري بيريحها لثابت البطل، وبرجله بيديها تاني لحسام، حسام ماشي جاي له خالد جدالله بيلعب له الكره، بلاي ميكر بتاع التيم النادي الاهلي، بيديها لحسام، حسام لخالد، طاهر داخل واحد في زقه، ادريس زائد خالد تتحسب فاول، ولا هشوت فاول خالد جدالله، لعبت على طول لزكريا، زكريا لحشيش بتتقطع خدها جواد، انما في زقه من زكريا تتحسب فاول، فاول لصالح الفريق المغربي. فات حوالي 10 دقايق من الشوط الاول ولا تزال النتيجه 0-0، وجواد هيشوط الفاول وشاط كوره عاليه على طول محمود صالح لربيع، طاهر ابو زيد بيلعبها تروح لمهدي لما العامر مع زكريا، ما لعبلوش لعبها له قدام، يلا زكريا ناحيه اليمين على طول لخالد جدالله، تخبط في السرد باك
وتطلع بره اوت لصالح النادي الاهلي، واللي هيحدف الاوت مصطفى عبده ورا لاسامه لحسام البدري، خالد قد الله، خالد لعامر، عامر رجعها تاني ورا لخالد طويله ناحيه اليمين لمحمود صالح، ماشي محمود لم الكره ورجعها ورا وسامع ورابي، حلوه يا ما شاطش عامر، مش عارف ليه بيلعبها لمصطفى عبده وراه، كان لازم يشوط، ده دخل منطقه الجزاء كان لازم يشوطها في الجول. الكره مع ادريس، انما زكريا فاول لصالح الفريق المغربي في زقه من زكريا، الجول كيبر عمر طالع عشان ياخد الكره، هلعبها سعيد شاط كره عاليه حشيش على طول بتلمس دماغه وتروح لربيع ياسين، ربيع ياسين برجله الشمال حلوه على طول، عامر لطاهر اللي عايز يلعبها دايركت على طول، دخل جواد بدماغه انما طاهر معاه يلعبها تلمس رجله وتطلع الكره بره اوت لصالح النادي الاهلي، واللي هيحدف الاوت ربيع ياسين، ربيع لطاهر يا ولد لمعامر لطاهر تاني، ماشي بيفوتها لنفسه، انما الحكم قالوا مفيش حاجه لانه رمى جسمه على الفاضي طاهر، مفيش حد جه جنبه ولا حاجه، فاول عبد الله على طول بيديها لكرومي، كرومي للهباك انما خش تاني زكريا ناصف وتطلع وتروح للسنتر فورد مصطفى اللي بيرجعها ورا، ماشي بيجري معاه حسام البدري بيتزحلق ويجري على طول محمود صالح، يا ولد يا محمود، انما في زقه ما اتحسبتش، ده اسامه عربي وفايت اسامه وبيلعبها تخبط في رجل الباك وتطلع الكوره بره اوت لصالح النادي الاهلي، واللي يحدف الاوت اسامه، خالد محمود صالح ربيع ياسين، يلا قدام بتتلعب على طول حلوه طويله لمصطفى عبده، الخالد قد الله لمصطفى عبده ناحيه الوينج رايت هيرفع وكره عاليه حلوه بتقع من ايد جول، انما كان بيتابعها عامر، انما الجول كيبر عمر يمسك الكوره، لازم الواحد تمل دي لما اي لعبه بتتلعب بالشكل ده لازم يعمل فولو يتابع الكوره، الكوره زي اللي وقعت في ايده دي لا يمكن، لازم الواحد كان يتابعها، اسامه بتعدي منه الكوره على طول حشيش عاليه بدماغه مصطفى عبده بياخدها منه الهباك لعبها لنفسه حلوه قوي حلوه وماشي مهدي، انما بيقطعها منه حسام ماشي ودخل معاه الباك في فاول، فاول داخل قاصد النقطه، الحكم بيقول له حسام قوم، وبيبص في الساعه بتاعته، ده انت يا راجل شايفه داخل ضربه في رجله هيعمل ايه، بيكلم خالد بيكلمه والحكم وقف لعب وبيقول هات الكوره، بيقول ما فيهاش حاجه والعب، وحسام لسه ما زال قاعد في الارض ومصطفى عبده عمال بيشاور بايديه، واللي هيشوط خالد جدل بيشاور علشان حد يخش من الدكاتره وشده وقف، والحكم رجع الكوره تاني وبيبص لحسام وطلع له كارت اصفر انذار، بيقول انه هو بيمثل عليه ومع انه الضربه كانت باينه واضحه زي الشمس، خالد جضاله بيتكلم ما فيش لازمه اتكلم الحكم خلاص، ما دام اخذ القرار بتاعه مش ممكن هيرجع فيه ابدا، خلاص نرضى بالواقع ونلعب، يلا يا خالد لسه بيأيد الحكم الانذار، اول انذار في المباراه لحسام البدري، فات ربع ساعه والنتيجة لا تزال 0-0 وفاول
خالد طويلة عالية في النص، زكريا بتعدي منه، طاهر ابو زيد بياخدها الباك عبد الله مع طاهر من السايب، بيلم الكرة طاهر انما خدها منه تاني عبد الله وبيلعبها بالعرض بيديها للجول عمر، عمر برجله الشمال لجواد، جواد بيديها لبلحسين لأنيس ماشي وبيلعبها ناحية اليمين لكرومي، يخش ربيع وينقلها على طول لطاهر، طاهر بيلعب بمنتهى الثقة، شوف بيزق الكرة وهو واقف، عامل قدام لزكريا، ربيع يلا ربيع طويلة ورا بيديها لأسامة اللي بيرجعها لحسام البدري، حسام طويلة قدام انما بيقطعها ادريس وتروح لسعيد اللي بيلعبها طويلة قدام على طول، حشيش مطلع الكورة بره أوت، منظف المنطقة من الخلف هو محمود صالح، الباك ليفت سعيد بيحدف الاوت، اتلعبت على طول 1 2 وترجع له تاني لسعيد، وبرجله الشمال بيلعبها طويله في النص على طول بتعدي، بيطلع ثابت البطل ويمسك الكوره وبيبص وبايده لمحمود صالح، حسام البدري واسامه بتتقطع منه وبياخدها بريتال مع خالد جدالله بيعدي منه وماشي بيرجعها ورا لجواد، بيلعبها عاليه فوق، حسام على طول بدماغه ياخدها يديها لاسامه اللي بيلعبها لمصطفى عبده، دخل على طول جواد ويطلع الكوره بره اوت، واللي هيحدف الاوت مصطفى عبده، يلا يا مصطفى ورا على طول لاسامه على الارض في بطن رجله لزكريا نصر، انما طولت تروح له تاني وماشي وبيموه بجسمه وبيلعبها قصيره لاسامه لخالد جدالله اللي عايز يشوط، تخبط في واحد وتروح لعامر بيلف حوالين نفسه ورجع الكره تاني لخالد جدالله، خالد جدالله ناحيه الشمال لربيع ياسين اللي بيرفع كره اوفر على طول، السرد باك بينظف المنطقه انما في اوفسايد، يلا في اوفسايد، لعبت الكره على طول الهباك انيس ماشي بيديها لمصطفى نارس اللي بيلعبها ناحيه اليمين الشمال، انما حسام البدري بدماغه بيديها ثابت البطل بايده على طول لاسامه، يلا يا اسامه ماشي على الارض على طول لخالد جدالله معاه مهدي، ياخدها اسامه تاني وبكعب رجله حلوه حلوه، يلا خالد جدالله بيلعبها طويله قدام لمصطفى عبده انما تطلع بره اوت لصالح فريق الحليب المغربي، واللي هشوط الجول كيبر عمر على طول لعبد الله، ماشي عبد الله من ناحيه اليمين مفيش حد بيقابله ليه، يلا بتلعب الكره للحباك انما زكريا في زقه من زكريا تحس بفرق، خلاص يا زكريا خش الكره يا زكريا على طول الحباك ادريس هشوط الفاول، سابها لعبد الله لعبها عاليه بتعدي تروح لحسام البدري، ماشي حسام على مهله خالص ويسيبها لثابت البطل، ثابت داخل عليه مصطفى مارس وشاط كوره عاليه فوق بتنط بيلعبها بدماغه اسامه زكريا رجله الشمال انما الباك حلوه، سعيد بيرجعها للجول عمر، عمر بيديها لمهدي بيرجعها له تاني وشاط ورا عليها على طول حشيش يخش حسام البدري انما الهباك عايز يديها لمصطفى مارس تطلع الكرة بره أوت، ولا يحدف الأوت حسام البدري على طول لخالد جدالله، جدالله فوتها حلوة حلوة لمحمود عاسب يا محمود انما رجعها ثابت البطل،
يزعقله لان كان في واحد جاري ناحيته وشاط كره طويله بتنط زكريا ناصف بدماغه لمصطفى عبده، مصطفى بيرجعها ورا لاسامه عرابي لخالد قضى الله لحسام البدري. يلا يا حسام العبها الارض لاسامه ماشي دخل على طول جواد وطلع الكوره بره اوت لصالح النادي الاهلي ولا يحدث الاوت. سامي البدري دخل على جوه حسام اسامه تخبط في الهباك وترجع له تاني يرجع الكره واحده لخالد قضى الله لمصطفى عبده كش رجله ليه كان يقدر يلعبها وهو مستريح مصطفى انما الهباك مهدي يديها للباك سعيد سعيد لبلتال بيلعبها طويلة حلوة انما ربيع ياسين يا سلام يا ربيع يرجعها بدماغه اللي هي ثابت البطل بايده على طول ناحية الشمال عامر ربيع لعامر لطاهر ابو زيد ماشي طاهر ساب الكورة وماشي وعدى من واحد يلا يا طاهر لا تتعود ماشي والتاني فات من التاني وبيشوط انما ضعيفة في ايد الجول لعمر يا سلام لو طاهر ده يحب يعمل حاجه وهي كوره زي دي يقدر يحطها هو في اي زاويه من الزوايا انما لازم التكه الاخرانيه الكوره مع بالحسين بيلعبها طويله قدام يطحها على طول حشيش لخالد قضى الله خالد لحسام البدري حسام قدام طويله بتعدي وتروح لجواد جواد طويله قدام لمصطفى بمارس بينقلها بدماغه مش لحد ابدا يخش حشيش ويلعبها لطاهر ابو زيد يلا يا طاهر لم الكره ورجعها ورا لخالد لعامر ماشي عامر بيرجعها تاني لخالد قضى الله تاني الكوره القصيره دي فيها خطوره هتتعوض عامر بتتقطع منه الكوره انما الحكم حسبها هانز بول لصالح النادي الاهلي ولا هشوط خالد قضى الله اهدى انت اهدى شويه والعب السهل يا محمد عشان ما تسقط منه خالد ايه ده طبعا مش هشوط في الجول من هنا مشيها له عامر وعلى الارض بيلعبها زكريا لعامر بتتخطف بياخدها انيس وماشي وبيديها على طول لبريتال ماشي سريع وبيلعبها طويله قدام لمصطفى انما بيتزحلق حشيش ويطلع كوره كورن محمود صالح يطلع كره كورنر من ناحيه اليمين ولا هشوطه عبد الله الباك نمره اتنين شاط الكره معديه من قدام الجول سريعه بيجري عليها الهباك وحسام البدري يحلق على الهباك مهدي ويطلع منه الكره اوت هيحدف الاوت مهدي سابها لبلتال هيحدف الاوت بيديها للباك سعيد بيديها له تاني وبيلعب كوره عاليه على طول ناطط ربيع ياسين ياخدها الهباك بالحسين ويديها للباك رايت بتتخطف منه يلا خالد قضى الله طويله ناحيه اليمين لمصطفى عبد يلا مصطفى تطلع منه بره اوت اوت مصطفى بيبص للاينز مان مش عاجبه الظاهر ان الكوره يعني ما طلعتش ولا ايه مش عارف هو بيبص له لكن اللاينز مان مش عارف رامي التماس ولا هيحدفها الباك ليفت سعيد بيديها لجواد لادريس الباك عبد الله ماشي وشاط برجله الشمال طويله قدام على طول بتنط الكوره ياخدها مصطفى مارس انما اسامه برافو يا اسامه يقطعها وتروح للباك تاني عبد الله عبد الله بيخطفها عامر يلا يا عامر على الارض يا خالد قضى الله حسام البدري ماشي ماشي حسام مع الهباك بيرجعها ورا
مصطفى حسام البدري ومصطفى عبده يعدي من واحد انما الباك ليفت ياخدها منه سعيد وبرجله الشمال حلوه تتقطع ياخدها مصطفى عبده انما دخل مع الهباك مهدي تخبط في رجله الكوره وتطلع بره اوت لصالح النادي الاهلي هيحذف اوت حسام البدري ورا على طول محمود بيرجعها تاني لحسام حسام خالد لأسامة طاهر أبو زيد حلوة بيديها لحسام البدري إنما يقطعها إدريس وتتخطف ياخدها لباك مهدي وماشي بيعمل معاه مجهود حسام إنما تتقطع الكرة تروح لبلتال ماشي بيلم الكرة وبيرجعها ورا للهباك مهدي عالية بيقطعها تتقطع وتروح للستر فلوت إنما يخش على طول محمود صالح طويلة بتنط مصطفى عبده بتعدي بتلمس دماغه وتروح للهباك مهدي مصطفى عبده بيحط رجله في الكرة ويل على طول الوينج ليفت بيوقف الكرة إنما تطلع بره أوي حسبها بفري فاول على حسام البدري هشوط فاول سعيد اداها للهباك للباك طويلة يخش على طول طاهر أسامة ماشي أسامة بيلعبها قصيرة ياخدها الهباك شوف داخل ضارب ازاي قاصد رجله لعامر لم كور عامر بيلعبها ناحية الشمال ربيع ياسين يلا يا ربيع طاهر بكعب رجله حلوة على طول خالد جد الله شاهين انما في واحد حاطط رجله معاه تقطع الكوره من فوق العارضه بره اوت لصالح فريق الحليب المغربي كره اتلعبت على طول لسعيد ماشي بيديها للهباك بتاعه مهدي مهدي لجواد لكرومي ماشي كرومي بيلعبها في النص لبتال بتتقطع ياخدها طاهر وعلى جنب عامر انما الباك على عبد الله داخل جامد تاني طاهر تخبط في دماغ واحد وتوصل تاني لحشيش اللي بيلعبها ياخدها الهباك من سن الجزمه يا سلام يا طاهر برافو زكريا بيلعبها ناحيه اليمين لحسام ماشي حسام بياخد له اسامه مكان بيرجع حوار خالد جد الله خالد على الارض لطاهر بتتقطع منه ياخدها بتال ماشي بيفعدي من طاهر لعيب كويس من العشر حاسب الراجل ده وبيشوط انما عاليه فوق بره فات حوالي 27 دقيقه والنتيجه لا تزال 0-0 كرة مع عامر يقرب له زكريا لعبها له ماشي زكريا لم الكرة وبيشوط تخبط في السيرد باك اللي بيلعبها على طول بيديها الجواد ماشي ماشي عدى خط النص وبيلعبها ناحية الشمال للوينج ليفت يطلع يجري عليها مصطفى مارس ويرجعها ورا للباك سعيد سعيد ماشي وعلى الأرض بيديها للسنتر فيلد إنما يخش أسامة ويقطع كرة وتطول ويرجعها ورا بيديها لإدريس اللي بيلعب كرة عالية قدام على طول ترجع تاني زكريا لأنيس تروح لعبد الله بيلعبها طويلة قدام لمصطفى مارس ماشي يخش على طول حشيش وبسن الجزمة يطلع كرة كورنر من ناحية اليمين احنا شايفين مفيش أي خطورة على الجول ولا على الجول ده ولا على الجول ده ولا كورة شاطت على عمر ولا ثابت البطل على طول شاط كورة تانية جامدة يخش على طول حشيش ويطلع الكورة عربية ويطلع الكورة كورنر مرة تانية مصطفى عبده بيجري واقف قدام اللاعب الله زمان بيقول نرجع ورا كمان وديه عنده جول هي وديه عنده جول هو نفسه ده اكتر من 10 ردات اكيد وشاط
تخبط واحد، انما تطلع الكره بره اوت. يشوط الكره وش رجله سريعه قدام الجول، طبعا فيها خطوره الكره دي. لازم الديفنس يصحى واللاعب ثابت البطل. على مهله ولعب كوره ناحيه اليمين، وساهم بدماغه لاسامه، انما تتاخد بيعدي طاهر ابو زيد. ماشي طاهر، حسام البدري سابها لطاهر، بلم الكره بيلعب هو واقف وبكعب رجله بيرجعها ورا لحسام البدري. حسام لاسامه، يلا يا اسامه، بيلعبها في النص لمصطفى عبده، داخل معاه مهدي، انما الحكم ما فيش حاجه، ماشي الكوره تروح لسعيد. سعيد تخبط في رجل واحد، وعلى طول جواد بينقلها لادريس، ادريس لعبد الله. ماشي يا عبد الله، ماشي وعلى الارض ببطن رجله، يخش على طول ربيع جامد يطلع الكوره بره اوت، هيحدف الاوت عبد الله قدام، عايز يديها للوينج رايت، دخل خالد جبل الله وطلع الكوره بره، بيجري كرومي عشان ياخد الاوت، لعبها البتال، انما عامر بيطلع الكوره اوت تاني، هيحدف الاوت عبد الله، البتال بيرجعها تاني لعبد الله اللي بيلعبها عاليه في اوف سايد، صفر الحكم على مصطفى بمارس، سابها لثابت البطل. و 30 دقيقه والنتيجه لا تزال 0-0. هيشوط ثابت ناحيه الشمال، عايز يديها لعامر، تطلع الكوره بره اوت، ولا هيحذف الاوت كروم، لا عبد الله اسف، بيديها لادريس اللي بيرفعها عاليه في النص، ثابت البطل. يلا يا بطل، وبايده على طول ناحيه اليمين حسام البدري. ماشي حسام، بيديها لاسامه، اسامه بيلعبها طويله لزكريا ناصف، تخبط الكوره في رجله وتطول، ياخدها لباك يرجعها لسعيد، سعيد للباك رايت عبد الله، عبد الله لانيس بكعب رجله ورا تاني لعبد الله، بيعدي من عامر ومن طاهر ابو زيد، وماشي بيلعبها حلوه لبريتال، وماشي بيلعب كره بالعرض على طول بتعب، في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، مهدي خطفها بدماغه انما تطلع الكره بره اوت، اوت لصالح النادي الاهلي، اتلعبت الكره على طول ثابت بايده لخالد جد الله، وبعدين الكوره القصيره دي على طول حشيش برجله الشمال يطلع الكوره بره اوت، هيحدف الاوت عبد الله. يديها للهباك انيس قدام اسامه، ربيع ياسين ياخدها على صدره بيرجعها حلوه للهباك، مهدي بينقلوا لعبتين ثلاثه، انما في واحد شاد الطاهر ابو زيد من فانيلا ماسكه مكتفه، وتحسب فاول لصالح النادي الاهلي على طول، محمود يرجعها ورا لثابت، ايده لجد الله لثابت البطل، وشاط كوره طويله قدام على طول، اسامه بيخطف الكوره، عامر عاليه زكريا ناصف بتتاخد منه وتتعب وتروح بدماغه بيرجعها ورا، ويخش جامد حشيش، تتحسب فاول داخل في مصطفى مارس، تتحسب فاول لصالح الحليب المغربي. ما
نفس اللعبة اللي حصلت لي حسام البدر، نفس الفوز. إنما قام جسمه جامد واللي هيشوط نمرة 9 بالحسين ثابت البطل، يوقف الحيطة وشاط تخبط في الحيطة وترجع تاني، انما يخش على طول مهدي برجله الشمال تطلع على يمين ثابت البطل بره اوت. 35 دقيقة ولا تزال النتيجة 0-0 بين النادي الاهلي وفريق جمعية الحليب المغربي اللي بتلعب في مجمع محمد الخامس. الكرة زي ما بيعيدها تاني بالدار البيضاء، ثابت الباك عبد الله معاه زكريا مش سايبه، رجعها لادريس ناحيه الشمال لسعيد يلمها ويرجعها ورا لجواد، ماشي جواد بديها لادريس وبرجله الشمال طويله قدام للوينج رايت بتعدي من تحت رجله وتطلع الكوره بره اوت لصالح النادي الاهلي ولا يحدث الاوت. عامل سابها لربيع ياسين، ربيع طاهر العب يا طاهر يا ولد، يموه بجسمه وبكعب برجله، بلاش اللعب اللي يعور ده يا راجل. ياخدها عامر تاني وبديها لربيع، حلوه ماشي ربيع ياسين، ماشي خالد يرجعها ورا لخالد قضى الله، مصطفى عبده يلا يا مصطفى وانتو بصلاح خالد قضى الله، انما ضعيفه على طول السيرد باك وخش زكريا بتخبط في العرضه وترجع تاني للباك وتاني برجله الشمال، انما بيجري عليها الباك عبد الله وتروح لربيع ياسين داخل معاه عبد الله، ربيع لم الكره يلا دخل شايط الهوا تروح لطاهر ابو زيد، ماشي طاهر ماشي لماها اداها لعامر، عامر طويله عكسيه ناحيه اليمين حسام البدري على صدره ماشي على الارض لمصطفى عبده، داخل مصطفى ومعاه الباك عدى منه وفات وبيرجعها ورا على طول خالد قضى الله لعامر يموه بجسمه وماشي وبيرجعها ورا توصل للهباك ادريس اللي لعبها تروح لربيع ياسين، لم الكره ربيع وعلى الارض لخالد بالله، خالد لطاهر بيلم الكره ودخل معاه الهباك وفات، وانما داخل معاه جواد تتحسب الكره فاول بره منطقه الجزاء بحوالي 5 ياردات لصالح النادي الاهلي. هنشوف مين اللي هيشوط، طاهر ولا خالد؟ الاثنين بسم الله ما شاء الله. الجول كيبر عمال يشاور للديفنس بتاعه، انا شايف خالد قضى الله هو اللي بيصلح الكوره، مصطفى عبده بيقول له 10 ياردات، طبعا دول ما يطلعوش 10 ياردات ابدا. هنشوف مين اللي هيشوط، انا شايف فيه 3 مصطفى وطاهر وخالد، يلا يلا يا خالد. دخلت انا ابو زيد وعلى يمين الجول، الجول الاولاني، الجول الاولاني للنادي الاهلي بعد 39 دقيقه. طاهر ابو زيد برجله الشمال يركنها على يمين الجول ويحطها زي ما هي زي ما هنشوفها تاني، بتتعاد يطير الجول في الهواء لما بتعدي وتخش على يمين الجول الاولاني بعد 39 دقيقه. اصبحت النتيجه 1 للاهلي 0 الحليب المغربي، واللي جاب الجول طاهر في الدقيقه 39. الحيطه كانت واقفه مايله طبعا، مش عارف بيعترضوا رايحين باللايزمان يقولوا له ايه، ده فاول وبيتشاط
اذا كان يبقى اللي بيعترض فريق النادي الاهلي لان ما كانش اللعيبه بتوع الحريم المغربي واقفين على بعد 10 دقايق. بيكلموا الحكم بول بييرا ورايحين للايزمان يسينو توماي اهو طاهر وبطن رجله بيركنها يا سلام على يمين الجول. رايح للايزمان يساله هيقول له ايه، نفسي اعرف انا هيقولوا ايه في الكوره دي. كوره فاول والحكم هو اللي حاسبها. مش ممكن. ادى جول. الجول الاولاني للنادي الاهلي واللي جابه طاهر ابو زيد في الدقيقه 39. كوره فاول بره منطقه الجزاء بحوالي 6 ياردات، بيركنها برجله الشمال على يمين الجول. الحكم تاني مش عارف في ايه اللي حصل، انا عايز اعرف والله نفسي. راح تاني اللايزمان يساله، مش عارف هيساله هيقول له ايه. الكره ما دخلتش يعني ولا ايه؟ مفيش. بيعترض. ما سالش فيهم وحسب الكوره جول. برافو حكم. لا يمكن. هيقولوا ايه؟ احنا عايزين، انا نفسي اعرف والله المناقشه دي ايه اللي بتتقال. كوره متشاطه وما فيش اي تدخل ولا اي حاجه، يعني لو كان كوره مثلا ماشيه ومشتركه كنا نقدر نقول فاول ولا اوفسايد ولا بتاع، انما الكوره محطوطه حركنها طاهر، الكوره ورا على طول، حشيش بينظف المنطقه برجله الشمال تروح للباك ليفت سعيد بيلعبها ناحيه الشمال. انا شايف واحد ماسك وشه من لعيبه النادي الاهلي هيبتدي الضرب. كره مع مصطفى عبده بتعدي منه يخش الباك ويلعبها وسام عرابي وبيلعب كره طويله قدام تطلع الكره بره اوت لصالح فريق المغرب. هيحذف الحشيش ماسك وشه وقع في الارض. ربيع ياسين معرفش الحكم وقف اللعب ولا الصوره مش واضحه. اللاينز مان بيجري راح للحكم راح يكلمه. في اشتباك بالايد ولا ايه باين؟ مش عارف ايه اللي حصل. بيكلموا الحكم والحكم بيرجعهم، وانا شايف اللاينز مان جاري شاف الظاهر ان في واحد ضرب حشيش بالبوكس ولا حاجه، لانه ده ماسك وشه وما كانش فيه اشتراك ولا حاجه ابدا. خالد جد الله طالع يكلم جوهري. واللاينز مان شيخ مباي بيكلم ده حسينو طماي. طبعا الجول اللي بيجيبه النادي الاهلي بيتحسب باتنين دلوقتي، لان في ملعب خارج ملعبه، يعني فريق الحليب المغربي مغلوب 3-1 في الماتش اللي فات، ودلوقتي جوله تاني بقى 4-1، يعني لسه بدري قوي عشان يحصل فريق النادي الاهلي. كره اتشاطت بيطلعها اوت مصطفى الهباك بيديها لبريتال ماشي يخطفها انسايد بيديها لكرومي تخبط في الديفنس زكريا ماشي زكريا بيموه بجسمه وبيلعبها طويله قدام ماشي لعامر عامر لزكريا برجله الشمال طويله عكسيه مصطفى عبده بيشوط انما كوره ضعيفه خالد جدالله اللي شاط
كرة ضعيفة تروح لسعيد، سعيد لعمر الجول، يدخلها داخل منطقة الجزاء، وشاط كرة طويلة على طول محمود صالح، تطلع الكرة اوت، واللي هيحدف الاوت سعيد. ورا لجواد، بيلم الكرة للحباك ادريس، للباك رايت عبد الله، طويلة قدام على طول حسام البدري، ياخدها الهباك بكعب رجله، بيديها لسعيد، عالية محمود صالح، يا سلام يا ولد يا طاهر، لزكريا ما يلحقهاش، تطلع اوت اوت، ولا يحدف الاوت عبد الله، بيديها لادريس، ماشي لم الكرة، مش سايبه زكريا، تروح لجواد، بيلعبها طويلة ناحية الشمال، بيجري عليها أسامة، خالد، حسام البدري، حسام البدري مش حسام، لأسامة، لحسام، خالد قضى الله لأسامة، لخالد على الأرض لمصطفى عبده، إنما الحكم مصفر، مصفر الحكم. عامر على الأرض لخالد، بيرجعها ورا للجول كيبر، زكريا داخل مع الجول، إنما الجول يشوط عمر على طول، السنتر فيرود، بتتقطع، بيحرصها حشيش لثابت البطل محمود صالح، شاط ثابت، كرة عالية بتروح لمصطفى برجله الشمال حلوة، بتعدي، يا حسابها اوف سايد، اوف سايد ايدي، يعني نفسي اعرف زكريا حسبها اوف سايد على زكريا. لعبة مصطفى حلوة الكرة اللي فاتت، الكرة لعبد الله، بيسيبها لكرومي، ماشي ماشي، بتتقطع، خالد برجله الشمال طويلة ناحية اليمين، يلا يا مصطفى، الباك، الباك سعيد، برافو يا سعيد، ويقطعها بيديها للجول عمر، بيشاور الفراودة بتوعه تطلع قدام، الملعب فاضي زي ما احنا شايفين، وشاط كرة عالية على طول، عشيش طاهر على صدره، بيرجعها لربيع ياسين، يخطفها الباك رايت وماشي، ويتزحلق طاهر، وتروح لخالد، لأسامة، لمصطفى عبده، اتحسبت فاول، اتلعبت الكرة على طول، طاهر ابو زيد بكعب رجله بيلعبها، هيعور حسام البدري، ماشي مصطفى حلوه، بيديها لاسامه اللي بيعمل مجهود كبير، بيلم الكوره حلوه، يلا برجلك الشمال بقى، انما الباك برافو سعيد، بيطلع كوره بره او يهدف الاوت مصطفى عبده، شايف في تغيير، في تغيير، تغيير، هنشوف مين اللي هيطلع، في تغيير، يجيب لنا الكاميرا على اللاعب اللي هيغير عشان نعرف مين اللي بيتغير، تغيير من لفريق الحليب المغربي، كرة يخش ربيع بتقلش من على رجله،
محمود صالح ويطلع الكرة كورنر. كورنر من ناحية اليمين واللي هيشوط كارون. بيشوط كويس. شط. بتتقطع. تروح تاني للهباك للباك. بيديها لجواد برجله الشمال طويلة في النص. بيرحب بدماغه لطاهر ابو زيد. ماشي طاهر. طاهر اسامه بتطول بيتكعبل ويقعوا بيلعبها من وراه لمصطفى عبده. انما قاطع ادريس. مصطفى عبده بيحاول انما الكره بره اوت. اوت لصالح المغرب. اتلعبت الكره على طول للحباك لبتال قدام. داخل محمود صالح معاه وبيلعب الكره بدماغه تخبط في رجل اسامه وتطلع بره. هيحدف الاوت. الوينج ليفت بيديها للباك سعيد. سعيد ماشي ماشي تخبط في رجل خالد وبيرجعها للهباك. بينقلها حلوه للانسايد انيس. انيس للباك رايت عبد الله اللي بيلعب كره عاليه. مستني ايه الديفنس ده بيستنى ليه كده. جاري ماشي يلم الكره حسام وتطول وتروح لمصطفى عبد. يلا مصطفى معاه الباك بيعدي منه وماشي من ناحيه اليمين وبيلعبها اوفر بالعرض. انما ادريس بيوقفها حلوه حلوه وماشي وبيديها للباك ليفت بتاعه سعيد. سعيد بيلعبها طويلة انما تتقطع على الارض على طول لطاهر. طاهر طويلة قدام. يلا يا مصطفى يا مصطفى. حلوة الكور العرضية دي جميلة جدا انما لازم نستغلها. لازم السنتر فورورد يكون عنده تخدير للكورة دي. يجري لكن يطلعها الهباك بره او لا يحدف او اسامة. مصطفى عبده وسامة بياخد له مكان. يلا من جوه مصطفى رجعها ورا لطاهر ابو زيد اللي بيشوط انما بعيد على جول قائم. تطلع بره طاهر بيرجع سريع لورا. ايوه لازم نتحرك. الكره مع الباك عبد الله بيديها للوينج رايت كرومي بيلعبها للهاب باك بالحسين لبريتال. ماشي ربيع ياسين. يا سلام يا ربيع. يجري ويعمل مجهود ويرجعها لثابت البطل. يلا يا بطل بايده على الارض. محمود يلا محمود رجعها تاني لثابت البطل اللي شاط كره طويله قدام وفات 10 دقائق من الشوط الثاني. والكره مع مصطفى عبده انما السيرد باك جواد بيريح الكوره بدماغه للهباك بتاعه بريتال. حاسب الراجل ده سريع بيلعبها على طول حشيش بدماغه تروح لاودوبيكس. اودوبيكس اللي غير لجواد يخش يقطعها طاهر من قدامه ويرجعها تاني للهباك تروح لمصطفى عبده. يلا مصطفى يلا مصطفى لم الكرة معاه اسامه بيديله كرة بيلعبها تاني لمصطفى. حلوه حلوه يلا بقى بالعرض انما عاليه عاليه بيجري عليها زكريا والباك عبد الله بيوقفها عبد الله ويرجعها ورا للجول عمر. عمر ببطن رجله بيديها للسيرد باك ادريس ماشي لادوبيكس اللي بيلعبها ناحيه الشمال لمصطفى ممارس مش سايبه حشيش. أسامة يلا يا أسامة حلوة بسن الجزمة بزقها لمصطفى ماشي مع الهباك بيلعب كرة طويلة عرضية على صدره زكريا. يا زكريا بيرجعها ورا عامر خالد قد الله. حلوة لمصطفى عبده. يلا مصطفى يا سلام يا مصطفى حلوة بتعدي
يتعدي من زكريا ياخدها الباك عبد الله ويسيبها للجول عمر. انما حلوه الاوفر دي يا مصطفى، صعبه جدا بتتلعب وهي سريعه، انما لفها وبيلعبها وعايزه واحد هيدرز مظبوط يقدر كان يعمل بيها حاجه. عمر شاط كره طويله قدام ربيع ياسين، بينطح الكوره مش بيلعبها بدماغه، يا دوبك ياخدها الهباك ماشي بيلم الكره يديها للباك عبد الله اللي بيعدي، مش بطال ابدا الباك ده، تقطع منه الكره تروح للوينج رايت كرومي بياخدها بصلاح على صدره يخش على طول اسامه يديها خالد جدل. التغيير الثاني هيطلع مهدي وينزل بوشعيب. مصطفى يلا يا مصطفى، طويله عكسيه حلوه حلوه، دخل الكوره مشترك عامر، انما تطلع الكوره بره قوي. عامر على طول لربيع، يلا يا ياسين على الارض العامر لربيع، ربيع الكره اوف سايد اوف سايد، هشوطها الباك عبد الله لعبها على طول لادريس لكرومي ماشي، جواد بيلعبها طويله للونجرايد كرومي، تطلع الكره بره اوت ولا يحدف الاوت حشيش. خالد جدل يرجع لثابت البطل على مهله ثابت وبايده ناحيه الشمال لطاهر ابو زيد، يلا يا طاهر لم الكره وبكعب رجله، ايه يا لعيب ماشي لعامر معاك اسامه جنبك، ايه لعبها وحش، ياخدها جواد ويديها للباك عبد الله، عبد الله لاودوبيكس ماشي بيلعبها للسنتر فيرود يخش على طول خالد جبل الله طويله حلوه لمصطفى عبده، يلا يا مصطفى يلا يا مصطفى بيلعبها بالعرض انما بتقلش من على رجل الباك ويلعبها تطلع الكوره بره. سابها التغيير الثاني هيطلع مهدي وينزل بوشايب، لعبت الكرة على طول لإدريس لمصطفى بيمسكها بإيده محمود صالح، اتلعبت الكرة على طول بينام على الأرض طاهر وبيلعبها تروح لربيع ياسين، يلا يا ربيع ناحية الشمال لعامر حلوة لربيع زكريا، يلا يا زكريا يلم الكرة مع الهباك بياخدها منه خش عبد الله ويخطف الكوره من قدام زكريا ويلعب كوره طويله قدام بيجري عليها حشيش بيرجعها لثابت البطل، ربنا سطر الكوره مع حسام، حسام بينادي على الفراوده تقرب له، خالد جل الله بيلعبها تطلع بره اوت، عايز يلعبها لاسامه تطلع بره اوت، اوت اتلعبت على طول سعيد للهباك بيلعبها طويله قدام بيسيبها حسام البدري تطلع اوت، ضربه مرمى لفريق النادي الاهلي ثابت البطل، فات حوالي 15 دقيقه والنتيجه لا تزال واحد الاهلي صفر الحليب المغربي، الكوره مع طاهر بيرجعها لربيع لثابت البطل، يلا يا ثابت قدام رجعها أسامة لخالد زكريا على طول لخالد بيصلحها عامر بيلعبها بالعرض، طاهر ما لبستش في رجله
يخش سعيد ويلعبها للانسايد اللي بيجري بيلعبها طويلة للسنتر فورورد مصطفى مارس. لا ده ابو شير اسف. لعبة كرة على طول والهباك تخبط في رجل حشيش وتطلع الكرة بره. كورنر كورنر من ناحية الشمال واللي هشوطه برتال شاط بدماغه. يا سلام يا وسابق واقف تحت الكرة الخشبة تمام مطرح الكرة ما اتلعبت وشاط كرة طويلة قدام. الحباك بيلعبها تروح للباك رايت عبدالله. عبدالله ماشي وهيشوط في الجول انما بعيدة بعيدة خالص تطلع اوت. لمس حد في السكة بتحسب كورنر. شايف مصطفى عبده رجع ورا واللي هشوط كروم يحط وش رجله جامد ولا بتمشي العرض شاط انما على طول قطعها. عامر تطلع الكرة بره اوت. تلعب التاني بكعب رجله بيديها الكرومي لورا لإدريس اللي بيرفع كرة عكسية وسام البدري بيريحها بدماغه منتهى العقل لثابت البطل. ماشي عايز يخش عليه ابو شعيب ياخد منه الكرة شاط. طاهر بتعدي وتروح للباك ماشي ناحيه ده عامر ماشي من ناحيه الشمال يقطعها منه جواد ويديها لعبد الله. جواد ورا ادريس على الارض لابو ديكس ادو بيكس ماشي برتال بتقطع تتحسب فاول من حسام البدري. فاول من حسام البدري ظاهر انه يعني الكرة اللي فاتت دي اللاعب يعني وقع على ظهره ماسك وسطه وفاول واللي هشوطه جواد. لعبت للباك لكرومي تطلع اوت ولا يحدث الاوت ربيع ياسين ما فيهاش حاجة طبعا انما ربيع برضو ياخد الكرة ويلعبها تروح للباك رايت اللي بيلعبها عالية في النص ثابت البطل يمسك الكرة وبايده لأسامة لحسام لأسامة حاسب يا راجل حاسب اللي وراك ماشي على الارض لحسام البدري يلا في النص بقى طويلة تاني لأسامة فوتها تتخطف منه ياخدها الهباك يرجعها ورا للباك ليفت سعيد سعيد لعبد الله زكريا يروح للهباك تاني ادو بيكس لكرومي اللي جاي ناحيه الشمال دلوقتي وسام بيقطعها مصطفى عبده حسام البدري بالعرض يديها لخالد جاب الله لطاهر لخالد اللي بيلعبها طويلة عكسية ربيع ياسين ماشي من ناحية الشمال ويريحها ورا لطاهر ابو زيد ماشي طاهر من واحد والتاني بيفوض الكرة لنفسه وعايز الحق ماشي طاهر لسه دخل معاه جواد ويطلع الكرة كورنر. مهارات اساسية جميلة جدا من طاهر ابو زيد يعدي ويفوت الكرة لنفسه ويفوت من واحد والتاني ولا لو قصت شوية كان يقدر يلحقها انما الحكم سابها اوت.
قال انها لمست ركبي طاهر بعد ما دخل معاه البنك. كرة مع عبد الله بيديها لكرومي لجواد طويلة ناحية الشمال لمصطفى مارس على طول داخل معاه محمود صالح ويطلع كرة برا او حتفت الكرة على طول البتال يرجعها ورا للهباك ادوبيكس يخش على طول زكريا ماشي يطحها الباك سعيد انما حسام البدري لمصطفى عبده يا سلام يا مصطفى توقيفة جميلة وماشي يلا يا مصطفى كمان برا عكسية طويلة تطلع الكرة برا اوت انما اللمة اللي فاتت دي حلوة جدا حلوة 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 توقيفة كده ولمها النفس ومشي بيها بس يا خسارة يا مصطفى لو راحت الناحية التانية مش عارفين مين كان في الناحية التانية في الحقيقة انما المفروض ان يكون زكريا او طه كرة مع الباك عبد الله يديها للهباك وشايب وسيارة بيجري ربيع وبيلعبها باكورد ياخدها الهباك بيلعبها بيديها الانسايد بتاعه لبريتال لكرومي نايم على الارض حشيش وترجع بيرجعها الهباك للباك عبد الله هيرفع اوفر انما بسن الجزمه بيزقها عامر تطلع الكوره بره اوت واللي هيحذف الاوت ادريس لمصطفى لمارس بيشوط بتعدي وتوصل الكوره لخالد جد الله يلا يا خالد ماشي طولت منه انما زكريا على طول بيلعبها لحسام البدري انما تطلع الكوره بره اوت فات حوالي 22 دقيقه والنتيجه لا تزال واحد الاهلي صفر الحليب المغربي الكره مع خالد جد الله ربيع ياسين زكريا محمود صالح طاهر بيرجعها من نص الملعب لثابت الرباط اللي بيوقفها على وش رجله وبيلعبها على طول لخالد جد الله اللي بيرجع ورا بيرجع حاله تاني ثابت نادي الاهلي بيحاول انهم يضيعوا وقت وبايده بتعدي من عامر ياخدها الباك عبد الله انما عامر مشترك معاه تروح لكرومي كرومي وربيع كرومي وربيع بيلعبها بكعب رجله يخش على طول خالد جد الله برافو يا خالد تروح لادريس ماشي بينقلها لبريتال لادريس اللي بيشوط من بعيد تخبط في واحد وتروح لثابت البطل ضعيفه يلا يا ثابت بايده ناحيه الشمال بيلعبها لعامر لجد الله لزكريا لعامر تالت نقله يلا يا عامر على طول لخالد اسامه حسام البدري مصطفى عبده اسامه بتتخطف منه بياخدها الهباك بوشايب وبيديها لبريتال هيلعبها الناحيه الثانيه لعبها لادريس يلمها حشيش وعلى الارض لربيع ياسين ربيع يرجعها لثابت البطل برجله حسام البدري يلا يا حسام خالد يا ولد يا لعيب حلوه طاهر وهو بيلعب وهو واقف انما في فاول لصالح النادي الاهلي وانذار قاصد ان يضربه
لأدوبيكس نمرة 15 اللي نزل دلوقتي، يدي له انذار. قوم يا خالد، قوم، مفيش حاجة، خلاص اتحسبت فاول. ملفوفين حوالين الحكم وبيكلموه، لكن الحكم طبعا ادى الانذار. وقف خالد جل الله سليم سليم. منظر الصورة لما جت على وشه وقف بيتقل، في تغيير. زكريا هيطلع وهينزل مكانه علاء ميهوب. يبقى عامر هيلعب ونجلفت وطاهر في النص وعلاء في خط النص. واضح علاء ميهوب، طلع زكريا ونزل علاء ميهوب. التغيير ده بقول انا من عندي قبل ما يعملوه. وفاول اللي هشوطه خالد جدل على الارض. طاهر بيشوط من بعيد بره او ضعيفه، ما تجيش من هنا يا طاهر. حتى عدت الكوره يعني ما كانتش مظبوطه. الكوره مع الباك سعيد، بيديها لبوشعيب، بيلعبها الباك انما ربيع على صدره. وفات 25 دقيقة والنتيجة لا تزال واحد الاهلي صفر الحليب المغربي. فيتال بيلعبها لكرومي معاه اسامة، مش سايبه مش سايبه، معاه بيموه بجسمه وعايز يخش معاه. وعلاء ميهوب يطلع كرة برة اوت جنب رايت الكر، هيحدف الاوت عبد الله نمرة، لا بالحسين عالية على طول بدماغه يطلعها ربيع، تروح بالحسين ربيع طويلة قدام يطحها جواد وبيصلح وماشي ناحية اليمين يديها للسنتر فيلود بيصلح ويشوط. بيجري عليها ثابت ويمسكها من قدام الوينج ليفت وبايده على طول لخالد جبلة. يلا يا خالد، بيعمل مجهود كويس خالد، يلا بلم الكرة وعلى الارض الأسامة لخالد، حلوة لطاهر مصطفى عبده رجعها ورا، ده عامل للهباك على الارض يديها للباك رايت عبد الله، بيوقفها على وش رجله وماشي. لبن حسين طويلة عكسية، حسام البدري يطلع ويلعب الكرة تروح لجواد، جواد بيلعبها طويلة في النص على طول، يا سلام محمود صالح تتقطع الكرة ياخدها الهباك وماشي، انما حاش رجله تتحسب فاول من خالد جد الله، حاش رجل الهباك ولا هشوط. ادوبيكس يديها لبوشعيب ماشي يصلح وشاط انما بعيد عن الجول، يجي بعشرين يارد تطلع بره اوت بره اوت. ضربة مرمى للنادي الاهلي و30 دقيقة والنتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي. اللي جاب الجول طاهر أبو زيد من شايف حسام البدري، الظاهر حد ضربه ولا إيه؟ إكرامي لابس الفانيلا زي ما إحنا شايفين، الترينك سوت، وشايف حسام البدري شايلينه برا، هينزل مكانه الاحتياطي حمدي أبو راضي. بيسخن زي ما احنا شايفينه حمد برا ثابت
على جنب لجد الله. خالد يرجعها لثابت البطل وريتال بيعايز ياخدها منه، بيشاور بيده ويقول لهم اطلعوا قدام. كرة طويلة، علاء ميهوب بيلم الكرة وعلى الأرض، لأسامة بينط من عليها ياخدها الهباك الوينج ليفت ماشي، إنما لمست إيد. أسامة بيلعبها عالية في النص، ثابت البطل يا سلام برافو، يطلع ويمسك الكرة ويلعبها. طاهر أبو زيد بياخدها منه عبد الله، عبد الله ماشي تطول منه خالد جد الله، إنما لمست إيده وتلعبت على طول أسامة لعلاء لحمدي أبو راضي علاء ميهوب خالد جد الله لعلاء حاسب، تخبط في رجله وتتلعب ناحية الشمال، إنما السيرد باك جواد يلعبها طويلة لكرومي، بيجري ربيع ياسين يا سلام يا ربيع برافو، ثابت البطل بيد وعلى طول لحمدي أبو راضي. حمدي ماشي بوش ببطن رجله بيلعبها لعلاء، محمود صالح حشيش بيرجعها لثابت، بيشاور بيده يطلعوا قدام الفراوده. مصطفى عبده بتقرش من على رجل جواد، ياخدها بوشعيب ويريحها بدماغه لادريس، ادريس لعبد الله لادريس تاني ماشي بيصلح وبيشوط طويله قدام، بيجري عليها ربيع ياسين لم الكوره يا سلام يا ربيع، بيموه بجسمه على انه يديها ثابت البطل وبرجله الشمال يلعبها طويله قدام، تتقطع تروح لعبد الله بتعدي من تحت رجله تطلع بره اوت، حتف الاوت على طول. خالد البطل حشيش لثابت البطل بايده لخالد جد الله، بيتحرك كويس خالد النهارده لحمد ابو راضي، محمود صالح خالد على الارض لعلاء، لا لأسامة لعلاء تاني، يلا اديله يا راجل يصلحه بيموه بجسمه، انما تتقطع منه كرة ويتزحلق وتروح لمصطفى عبده لم الكرة، يلا مصطفى برجله الشمال لخالد جد الله اللي بيلعبها لحد الشمال لعامر لعلاء ميوب، يقطعها جواد من قدامه وياخدها الباك رايت حلوة، بيرجعها لجواد ماشي للباك ليفت سعيد لمصطفى، لا ادوبيكس لمصطفى ممارس لبرتال لادوبيكس، بيلعبها في النص يخش على طول حشيش ويقطعها وتتلعب وتروح لعامر، يلا يا عامر علاء ميهوب لم الكرة وعلى الارض لطاهر ابو زيد اللي بيفوتها لنفسه، يا راجل اتخطفت منه لطاحها منه حسين، بتحسب فاول زقها من خالد، نزل كرومي كان طلع بره، انما حمد ابو راضي يلعبها تروح لمصطفى عبده، عبده لعلاء ميهوب طاهر لاسامه حمد ابو راضي طاهر بيلعب الكرة انما تطلع منه بره اوت، مضروب لكن معلش يلا قول سعيد يديها الجواد ادريس عبد الله لكرومي لبريتال، بيرجعها تاني لكروم اللي بيلعبها بالعرض، انما اسامه برافو بيرجعها لثابت البطل، ثابت يلا يا ثابت مش عيب داخل معاه بيلعبها برجله لربيع ياسين، يلعبها الكره على طول
خالد. ناحية الشمال حلوة لربيع عامر. جامدة جامدة. تطلع بره قوي. 35 دقيقة والنتيجة لا تزال 1 الأهلي 0 جمعية الحليب المغربي. حمد أبو راضي. أسامة يخطفها الباك سعيد ويلعبها بالنص. داخلين اتنين وماشي انما حمدي يا سلام برافو يا حمدي بيشدوا من الفانيلا انما على طول محمود صالح بيلم الكرة. يلا محمود ويديها حمدي لثابت البطل بايده لربيع ياسين. ياسين ناحية الشمال لعامر. خالد قد الله. يلا يا خالد على الارض. يلعبها لطاهر ياخدها منه كرومي بيديها للهباك بيرجعها ورا لجواد. ماشي تخبط في خالد وترجع تاني لجواد. علاء تتقطع وماشي. مصطفى بالحسين يلعبها طويلة تروح للباك رايت. عبد الله هيرفع اوفر عالية في النص يخش على طول حمد ابو راضي وتروح للهباك اللي بيموه بجسمه ويديها للون جريفت اللي هيشوط. عاصم برافو ينام على الارض ويطحها منه. محمود لمصطفى عبده. يلا يا مصطفى معاك هناك فاضي. مصطفى ماشي وبيصلح بيشوط من بعيد يطلع اوت على شمال الجول. ضربة مرمى لفريق جمعية الحليب المغربي واللي هشوط الجول عمر. يديها لإدريس لجواد لبريتال. على الارض حمدي ابو راضي ينام ويطلع الكوره بره اوت. رمي التماس اتلعبت على طول لجواد بريتال. وان تو دخل محمود صالح ويلعب كوره طويله قدام يوقفها ادريس ويديها للباك عبد الله. ماشي عبد الله هيرفع اوفر جامده يوقف حمدي ويلعبها طويله انما حسب ان في فاول لصالح النادي الاهلي. عايشه مصطفى مارس عايشه. لعبت الكره على طول خالد جد الله وسام عرابي. خالد بلاش الكورة علاء ميهوب حمد ابو راضي مصطفى بيديها حلوة لأسامة. يلا يا أسامة لم الكورة وبيلعبها بالعرض انما في ايد الجول في ايد الجول. عمر لعبها على طول لعبد الله. ماشي ماشي ما فيش حد بيقابله. عدى خط النص وسابها الهباك لجواد برجله الشمال يرجعها ورا لإدريس. على الأرض تاني لجواد طويلة في النص هو جول وبيحط الكرة إنما ثابت البطل. الكرة دي كان فيها شك إنها أوفسايد عشان كده محمود صالح وقف. نلعب على الصفارة نلعب على الصفارة. كرة كانت في منتهى الخطورة اللي فاتت دي. ثابت البطل مسكوا الكرة هي كانت ضعيفة شوية لكن ثابت كان قافل الزاوية ويمسك الكرة وبإيده ناحية اليمين بيديها لأسامة عرابي على الأرض. حمدي يا أبو راضي يا دوبك بيزق الكرة تلمس رجل الباك وتطلع أوت لصالح النادي الأهلي. فاول حسام ده فاول
فاول ولا هشوط؟ خالد جدل مصطفى خالد بتعدي من علاء ميهوب وطويلة عامر بيجري عليها حشيش بتتقطع بريتال بيطولها ناحية الباك رايت اللي ماشي سابها لكرومي كرومي بيديها ناحية الوينج رايت للباك رايت اللي بيلعبها بالعرض للسنتر فيرود اللي بيلعبها ضعيفة في ثابت البطل وبعدين لازم نلعب لآخر دقيقة كرة مع طاهر ياخدها بوشعيب ويلعبها للهباك تروح لبرتال ماشي داخل معاه اتنين اسامه وحمد يطحها يديها للباك سعيد سعيد لمصطفى ممارس بيصلح الكوره وماشي وبيديها للوينج ليفت اللي بيلعبها بالعرض تتلعب لاحد الوينج ليفت النبا بيشوط على طول ادوبيكس تطلع بره اوت لك حق يا ثابت تكلم الديفنس لازم نغطي ونخش برجوله وبلاش اللعب ده بلاش التهاون على ساعة انا باقي حوالي 7 دقايق الكرة مع اسامة برافو يا اسامة حلوة 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 بديها لمصطفى عبده طاهر بديها تاني لعلاء ميهوب عكسية ناحية الشمال ربيع ياسين ربيع بيلم الكرة بيديها لعلاء طاهر يلا طاهر لخالد قد الله يشوط من بقى في يد الجول وبتقع منه وبيتابع علاء ميهوب انما يمسك الكرة الجول ولعبها للباك رايت لطاهر طاهر بيلعبها لعامر يلا لم الكرة بقى فوت يلا يا راجل بيطلعها منه مستنى الكرة التانية ايه على طول برجله الشمال كان لقى كان فيها كلام انما الكرة كورنر كورنر فعلا كورنر لا يا عم خلاص وصلت انت عايز ايه بقى استنى لما الباك يطلعها من قدامك كورنر من ناحية الشمال ولها شوط مصطفى عبد يلا يا مصطفى شاط على الارض يقابلها الباك على طول عبد الله ولعبها طويله تروح لربيع بتتخطف وماشي على طول محمود صالح محمود صالح يزق الكره انما في فاول في فاول لصالح فريق الحليب المغربي حسبت كورنر حسبهاش فاول حسبت كورنر شاط كرة عالية ثابت البطل يا سلام يا زلمة تقع من ايده انما يتابعها ويمسكها من على رجل بريتال اللي خبطوا في وشه انما ثابت على طول شاط كرة طويلة قدام بتعدي من تحت رجل طاهر وتروح لإدريس إدريس لعبد الله ربيع ياسين حلوة طاهر لعلاء ميهوب طويلة لمصطفى عبده يلا مصطفى ليه يا مصطفى ليه بيرجعها ورا لحمدة مرادي لطاهر ابو زيد ماشي حمدي ماشي وبيلعب كرة بالعرض بتعدي من تحت ايده الجول الجول الثاني على شماله بعد 44 دقيقة حمدة مرادي يا سلام هنشوفها تاني مع بعض بيعدي من اتنين داخلين زنقينه وماشي وبيلعبها عايز يلعبها اوفر وبتعدي الجول بينام على الفاضي تعدي الجول التاني بعد 44 دقيقة الجول الاولاني طاهر ابو زيد في الدقيقة 39 من الشوط الاول الجول التاني حمدة ابو راضي في الدقيقة 44 من الشوط التاني حمدي نزل مكان حسام البدري الكرة مع جواد بيديها لإدريس لعبد الله
ماشي يا عبد الله. بيلم الكره بيلعبها لادريس، ماشي للوينج رايت اللي بيلعبها بالعرض، ثابت البطل. يا سلام، برافو برافو يا حمدي، والله برافو. بيديها لاسامه، لا دوبيكس دخل معاه اسامه في فاول، فاول لصالح نادي الحليب المغربي. اتلعبت على طول، يلم الكره انما مش سايبه. خش يا اسامه، برافو. تروح لاسامه انما في فاول لصالح النادي الاهلي. اتلعبت الكره على طول وبيصفر الحكم بانتهاء المباراه، والنتيجه 2 الاهلي 0 نادي جمعيه الحليب المغربي. وبنقول لمبروك برضو للنادي الاهلي لوصوله الى دور ال 16 في بطوله كاس انديه افريقيا، ابطال الكاس العام الكاس. نقول ان شاء الله لنادي الزمالك يوم 22 برضو مبروك، ويخش بدور ال 16 في بطوله انديه افريقيا. لما بتيجي فاولات من هنا بفتكر على طول طاهر ابو زيد نجم مصر والنادي الاهلي، نجاب جوال كتير. ذلك في دور ال 32 لبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة القدم، كانت نتيجة الشوط الأول هدفا واحدا سجله طاهر أبو زيد قبل نهاية هذا الشوط بخمس دقائق. وفي الشوط الثاني أضاف حمدي أبو راضي الهدف الثاني والأخير قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة. كانت المباراة سريعة ومثيرة من الجانبين، وكان فريق النادي الأهلي هو الأفضل معظم أوقات المباراة، وأتيحت له كثير من الفرص الخطرة، وكان في إمكانه أن يضاعف أهدافه، لكن تكتل الفريق المغربي في الدفاع عن مرمى حال دون ذلك. بهذه النتيجة وصل فريق نادي الأهلي إلى دور الستاشر للبطولة الإفريقية، حيث كان قد فاز في المباراة الأولى التي أقيمت بالقاهرة يوم 30 من مارس الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. Come on!